حاجة بالظبط. خالص. اوكي في صور ممكن نتفرج عليها بتعرض لنا فكرة نظارة البشرة بالبلازما وبالخلايا طبعا في الجذعية قبل والأمور وبعد، دي كلها نقدر نتفرج عليها نشوف مجموعة ونشوفها صور قبل وبعد وحضرتك تعلقين عليهم. ده اول مثلا صورة السن اللي هو رفيع قوي، شايفة انت سنه صغير قد ايه، تقريبا ما بقاش محسوس اصلا يعني. ده الحقن البلازما وابر النضارة دي مخصوص بيها المستشفى خاصة بينا. دي الوش بس يعني، ده الوش، الحقنة دي مثلا الوش بس ولا كل ممكن لا نستخدمها ممكن في كل للشعر الجسم؟ كمان لو انت هتحقني بلازما في حالة تساقط الشعر مثلا، فاهمة قصدي؟ سواء تساقط وراثي او تساقط بعد الدايت بيتحقن بيها. طيب اوكي، معانا كمان صورة قبل وبعد. شايفين في حفر بقى دي يا دكتور ولا اسمها ايه بقى؟ ده البوست اكني سكارز او بعد اثر حب الشباب، اللي هي العلامات اللي بتسيبها حبوب الشباب. طب احنا شايفين طبعا الفرق هايل جدا. انا شايفه الصوره جميل، شايفه الحفر اللي موجوده في البشره اللي بتقرق ناس كتير جدا جدا وما بتتداراش يا دكتور، حتى لو حاطط ميك اب بتبان. لا ما ينفعش تتدارى. صح. الحل السحري حاليا الفراكشنال ليزر، عباره عن ليزر جزيئي متقطع بيدخل يعمل زي ماكرو تشانلز او قنوات صغيره جوه الجلد، بالتالي بيعيد بناء الكولاجين والالاستين اللي بيقفوا بعد سن ال 30 وبيكونوا اتدمروا في حاله زي حاله الاثار حب الشباب. فبيرفع الجلد من فوق كانه انت طبقه بتتغير، ترفع ترفع لحد ما تحسن بالمستوى ده. بيكون في برضه المسام يعني حب الشباب، انت عارف حضرتك مشكله كبيره جدا طبعاً. بتقرق يعني كتير جدا من البنات وحتى الاولاد بتقرقهم جدا جدا، بيدوروا على علاج كتير ما بيلاقولوش علاج بالظبط. وبرضه بيبقى في حفر وفي مسام واسعه، هل برضه ده هيعالج الاثنين؟ لان هو ببساطه فكره الفراكشنال ليزر بيعيد بناء الجلد من اول وجديد، بيرجع لي الكولاجين اللي هو اصلا كان المفروض في البشره او في الجسم. بالظبط، انت تيرنينج ذا كلوك باك، يعني انت بترجع الساعه لورا، بترجع عمر 5 سنين او 6 سنين في بشرتك. طيب كم سيشن يا دكتورة؟ دكتور على حسب البشره، على حسب البشره، بس احنا بنتكلم في مينيمم مثلا من 4 ل 6 على حسب بقى البشره ولونها ودرجه يعني الحفر او حب الشباب او المسام اللي موجوده بتفرق. طيب دكتور